معقول ان الاب ما يعرفش حاجه عن ابنه؟ معقول الغشاوه كانت طالعاني للدرجه دي؟ معقول؟ ممكن يا حاج، اصل العاطفه لما بتتغلب على التفكير العقلاني بتمنع العقل ان هو يفكر ويقيم الامور التقييم السليم. معنى كده ان حياه بني ادم تضيع في غلط؟ استغفر الله استغفر الله، دي اعمار والاعمار بيد الله ونعم بالله. عارف يا حاج، حياه البني ادم مننا بتتلخص في معادله من سطر واحد، وعاده ما تكون نتيجه المعادله دي حاجه من اتنين وملهاش تالت، يا ماينس يا بلس، يعني يا اما نتيجه سلبيه يا اما نتيجه ايجابيه. اه، العبره بالخواتيم. تعرف انا دايما اقول انك صعب تحكم على الانسان الا بعد ما يموت. يعني انا زمان زمان كنت اعرف واحده كل اللي حواليها بيقولوا ان دي مستحيل تورد على جنه، ربنا اراد انها تتوب وبقت انسانه صالحه. لما جت تموت النور كان طالع من وشها كانها وليه من اولياء الله. ساعتها ما زعلتش عليها، فرحت لها. بمناسبه الحكايه دي يا حاج، انا دايما كان عندي راي، يعني البني ادم اللي بيفرح بزياده بيبقى ده نتيجه ضعف عقل، والبني ادم اللي بيحزن بزياده بيبقى نتيجه ضعف ايمان. وانت راجل مؤمن يا حاج. انا ما كنتش اعرف ان تفكيرك بالحكمه دي. انت في حد في عيلتكم عطار؟ العلم برضه حاجه فعاله قوي يا حاج، اصل العلم بيضيف للعقل حاجه كده بيسموها منهج التفكير المنطقي. عارف زمان كانوا بيقولوا على العلماء انهم الحكماء لانهم كانوا بيقدروا يستخدموا علمهم ده في كل امور الحياه اللي حواليهم، عشان كده ما كانش يعدي عليهم مشكله الا لما يلاقوا لها حل. كلامك صح، من اوتي الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. انا يمكن ربنا ما انعمش عليا بالمال ولا بالمظهر الملفت يعني، لكن الحمد لله انعم عليا بالعلم. ونعم بالله. شوف يا عماد يا ابني، انا كل ما بقعد معاك واتكلم واسمعك قيمتك بتزيد في نظري يوم عن يوم. انت عندي دلوقتي اغلى من كنوز الدنيا كلها. الله الله يا حاج على كلمتك دي. يعني افهم من كده ان موضوعي انا ومنى خلاص نال بركه موافقتك؟ يعني لقينا قيمه اكس لتحقق المعادله؟ لقينا قيمه اكس، وانا اذا كان عليا اجوزها لك النهارده لولا الظروف اللي احنا فيها. مش معقول مش معقول انا افرح واخويا حزين. بتعملي ايه يا عم؟ انت ايه اللي رجعك بدري؟ انت مش كنت خرجت من شويه؟ نسيت الموبايل، بس عايز اعرف انت بتعملي ايه في اوضتي؟ ابدا، انا كنت بدور على حاجه تتغسل لقيت مفيش. عمتي انا هريح. يا عمتي انا ما بشمش ولا هفكر في يوم من الايام ان انا اشم. امال بتعمل ايه يا ضنايا؟ قول لي يا حبيبي ما تخافش، انا عمتك مش هقول لابوك. يا عمتي اعمل ايه بس عشان تصدقيني؟ عاوزني اصدقك؟ يا ريت. قول لي انت مخبي المدعوء ده فين؟ يا عمتي حرام عليكي، انا خلاص اتخنقت، انا هيجي لي انهيار عصبي، انا مش فاهم ليه انت حاطاني في دماغك. مش عارفه ليه مدحت مش مطمنه. يا عمتي اللي بيشم خلاص مات، ارجوكي بقى سيبيني في حالي. لا حول ولا قوه الا بالله، برضه مش هعرف هو مخبي المدعوء ده فين. انا خلاص ما بقتش طايق اعيش في البيت ده، انا هسيبه واعيش في اي حته تانية. انت تسيب البلد بحالها. قصدك ايه؟ احنا ايه اللي قعدنا هنا؟ طب وشغلي؟ والمشروع اللي احنا بدأناه؟ شغلك يبقى هناك في اوروبا، في باريس، في لندن، في سويسرا. انت مش لميت فلوس اللي حجزوا العربيات؟ ايوه. اخدت القرض؟ ايوه. المبلغ؟ حوالي 400 مليون. سددنا جزء منهم ثمن الارض اللي هيقوم عليها المصنع، والباقي للشركه اللي هتبني المباني. الباقي قد ايه؟ حوالي 330 مليون. كلهم مصري؟ لا، نصهم دولارات. خلاص حاول النص التاني كمان. انا مش فاهم انت بتفكري في ايه. افكر في مصلحتك. طب فاهميني. انا عايزه مصلحتك، بدل ما تقعد تبني في مصنع تجميع عربيات وتديها لاصحابها ويمكن تكسب او يمكن ما تكسبش، انت معاك دلوقتي 330 مليون جنيه،
تحولهم حالا على بنك بره واحنا نحصلهم. معقول اللي بتقوليه ده يا حبيبتي؟ مش معقول ليه؟ احنا مش هنبقى اول ناس ولا حتى هنكون اخر ناس. مش معنى احنا ما نخش معاهم في الطابور؟ مش عارف يا حبيبتي، انا خايف من الموضوع ده. جمد قلبك ومال، دي خبطة العمر والفرصة ما بتجيش غير مرة واحدة بس. اعتبرها تؤمار، انت مش قمارتي بس ده تؤمار كسبان 100%. ما تخافش انا معاك، بس اضمن نصيب الاول يا حبيبي. بيزنس از بيزنس. السلام عليكم. اهلا اهلا يا سيف. ايه الخطوه العزيزه دي؟ تعال اقعد يا حبيبي عشان ترتاح. مش عارف يا عبدو، حسيت بحنين للمنطقه هنا. لازم طبعا، انت اتولدت هنا وعشت مع ابوك وامك واختك هنا. لما قربت ناحيه سيدنا الحسين حسيت براحه كبيره. الفتحة على روحك. خلاص احنا كمان شويه نروح سوا نصلي الظهر جوه الجامع هناك، ساعتها هترتاح اكتر. برتاح من كلامك قوي يا عبدو. ساعات بالليل بحس ان عايز اقوم اغير هدومي عشان اجي اتكلم معاك. طب ما بتعملش كده ليه؟ يعني بخاف اقلق راحتك. تقلق راحتي ده ايه؟ ده احنا اخوات. وبصراحه بقى انا مش هرتاح الا لما احس ان انت بقيت مرتاح. احنا اخوات، انت اخويا الصغير وانا اخوك الكبير. عبدو اي انا كنت عايز اسالك سؤال. اسال. انت ليه يعني مصمم ومش عايز تتنازل عن شغله العطاره دي؟ دي كاري وكار ابويا، وبصراحه ما اعرفش غيرها يعني. وبعدين تجاره العطاره دي احسن تجاره، يعني كلها بركه. عندك حق. وازاي ولادك عاملين ايه يا عبدو؟ الحمد لله كويسين. عبدو انا عايزك تسامحني عن كل اللي عملته فيك. انت ما عملتش حاجه غير يا سيد بقى. الله، انسى اللي فات كله يا اخي. المهم طمني، عيشه عامله ايه مع الولاد؟ عيشه دول بيخافوا منها اكتر ما يخافوا مني يا عبدو. عيشه دي بنت حلال. بتعمل ايه يا مدحت؟ مسافر. مسافر؟ مسافر فين؟ اوروبا. ايوه فين يعني؟ ما اقدرش اقول لك دلوقتي يا عمتي، اصل هلف على كذا دوله. اه هتتفسح يعني؟ شغل. انت عارفه ان انا بعمل مصنع تجميع عربيات هنا في مصر. طب وهتغيب كتير يا دنيا؟ كلها يومين يا عمتي. ابوك عارف؟ عارف. خلي بالك من نفسك يا مدحت، اوعى يا دنيا حد هناك يضحك عليك ويقول لك اشرب ده ولا شم ده. اوعى يا دنيا الشيطان يوزك وتعمل حاجه وحشه. عمتي انا مش عيل صغير عشان حد يضحك عليا. ما تقولش كده يا مدحت، ما يقع الا الشاطر. ما تخافيش، انا بس اللي مزعلني حاجه واحده بس. حاجه ايه؟ انك هتوحشيني قوي يا عمتي. انا عمري ما شفت حنان في الدنيا زي حنانك. يمكن ساعات كنت بزعل منك، لكن برجع واقول معلش، ده من خوفها عليا. خلي بالك من نفسك يا دنايا. في حاجه كمان عايز اقولها لك يا عمتي. حاجه ايه يا حبيبي؟ عايز فلوس؟ فلوس ايه يا عمتي؟ انت اديتيني حاجه كنت طول عمري بدور عليها، اديتيني احساس الام. اوعى تفتكري ان انا جبل او جامد، انا انسان زي اي انسان بحتاج صدر ام يعيط عليه. عمتي انا اتربيت في بيت ما فيهوش ام، فاهمه يعني ايه ما فيهوش ام؟ اه يا دنايا فاهمه. ساعات بحس ان انا بحب امي قوي، لكن عمري ما عرفت يعني ايه ابني يحب امه. لكن اكيد بحبها اكيد. ليه وازاي انا ما اعرفش. خلي بالك من نفسك يا دنايا، خلي بالك من نفسك. اشوف وشك بخير يا عمتي. خلي بالك من نفسك يا بنت، وترجع لنا بألف سلامة يا دنايا. ربنا يحميك يا رب.
اشوف وشك بخير يا بابا. خلاص ماشي يا ابني. ايوه بابا. خلي بالك من نفسك، ما تاخرش ما تتاخرش، عشان يعني انت عارف الشغل محتاجك يعني. ايوه بابا، انا همضي العقود وارجع على طول. خلي بالك من نفسك. حاضر. مع السلامه. الو. ايوه يا مدحت يا حبيبي، انت فين؟ تاخرت عليا كده ليه؟ في السكه؟ طب يلا عشان معاد الطياره. اوكي يا حبيبي، مستنياك. باي باي. صلي على النبي. مال يا سيف، مدحت يا اخويا لسه ما اتكلمش. سيف عايزه حاجه يا عيشة؟ عاوزك طيب يا حبيبي، بس قالك مدحت اتكلم ولا لا؟ لا يا عيشة، لا لسه ما اتكلمش. غريب قوي، ان انا موصيه اول ما يوصل يتكلم ويطمني. ان شاء الله هيرجع بالسلامه. أنا خلاص يا عيشة، مش حمل خبطة تانية. لا يا أخويا ما تقولش كده، إن شاء الله هيكلم ويطمنك ويهدي قلبك. قلبي، قلبي خلاص اتجرح يا عيشة، أنا بقيت عايش وميت في نفس الوقت. الدار غالي أوي يا عيشة، الله يرحمك يا ابا، الله يرحمك يا ابا، بهدلتوا معايا كتير قوي يا عيشة. معلش يا اخويا، ربك مسامح كريم، والازمه اللي انت فيها دي هتشيل عنك حاجات كتير قوي يا سيف. بس انت يا اخويا افتح قلبك كده لربنا وادعي له ربنا يصبرك. الله يكون في عونك يا اخوي. سامحني يا رب، سامحني يا رب. يا سيف ما تعيطش بقى يا اخويا كده، ده انا حايشه نفسي بالعافيه. ده انا بحمد ربنا واشكر فضله ان ربنا اداني القوه عشان اقف لك انت واولادك. ده انا ماليش في الدنيا دي غيركم، ربنا يخليكوا ليا ويخليك ليه يا عيشة. بقول لك ايه، انا هكلمك النهارده بالليل على الموبايل. لا يا ماجد بلاش. طب هعد عليكي بكره عشان اخدك معايا ونيجي مع بعض الكليه. بصراحه انا وعدت بابا اني ما اشوفكش تاني، ومش عايز اخلف وعدي ليه. ما اظنش ان باباك هيعارض دلوقتي فكره خطوبتنا خالص. بابا مش هيعارض، المشكله في باباك انت. انا بابا دلوقتي بصراحه في ظروف كده ما تسمحش ان انا اكلمه في موضوعنا خالص. انا من رايي نسيب الموضوع ده للوقت، وحاسه ان شاء الله ان كل حاجه هتبقى لصالحنا. انا ابتديت اقلق يا عبده، ده بقى له 3 ايام دلوقتي ما اتصلش بينا. وانتم ما كلمتوهوش على الموبايل؟ ما هو نسيه في البيت. انت متاكد انه نسيه في البيت؟ ايوه يا عبده، موبايل موجود في اوضته. طب وهو في السكه او في المطار لما اكتشف ان الموبايل مش معاه ليه ما بعتش السواق؟ بيقول انه ما افتكرش. جايز. جايز ايه يا عبده؟ يعني جايز حقيقي انه نسي يعني. ايوه، كان ممكن يتصل بينا من اي تليفون عادي. يمكن نسي. شكلك كده في حاجه يا عبده، انت شايف ايه؟ شوف يا سيف، هما حاجه من اتنين مالهمش تالت. ايه هم؟ يا اما حقيقي نسي، يا اما ما نسيش. قصدك ايه يا عبده؟ ما تقلقش بالك دلوقتي، يا خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش. لا حول ولا قوة إلا بالله يا ربي. وبعدين يا عبده، وبعدين يا سيف، هنسيب الواد كده يا اخوانا ما نعرفش عنه حاجة،
بقاله جمعتين دلوقتي، مش قالك جمعة واحدة يا سيف وهيرجع؟ ابنك فين يا اخويا؟ ايه دي امال يا عيشة، خلينا نعرف نفكر كويس. الله، تفتكر الواد جراله حاجة هناك يا عبده؟ لا بعد الشر ان شاء الله ما يكونش حصل حاجة، وبعدين اي حادثة بتحصل لأي مصري السفارة بتبلغ اهله على طول. انت مش عارف اسم الشركة اللي هو كان رايح لها؟ ايوه طبعا. خلاص نسأل هناك، مؤكد عارفين طريقه. خلاص نستنى ماجد لما يرجع نتصل بيهم. يا سلام، واحنا لسه هنستنى ماجد لما يرجع؟ ايوه حسناه يا عيش، حسناه عشان يبعت ايميل ولا حاجه. اهدى يا سيف، على كل لو ما عرفناش طريقه خلال يومين انا هسافر المانيا ادور عليه. قولي يا عبدو، مين بيطبخ البنات دلوقتي؟ شغاله. شغاله ايه؟ ده البنات معتمدين على عمتهم في كل حاجه. ايوه بس ولاد سيف دلوقتي محتاجين عمتهم اكتر. خلاص اروح انا اقعد معاها. قصدك ايه؟ قصدي اروح اقعد معاهم وبعدين اعمل كل اللي كانت بتعمله عيشة بالظبط. احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده؟ حبيبي الاول وضع ودلوقتي وضع تاني، وبعدين ازاي تسيب بناتك لوحدهم يا عبدو؟ ايه بناتي ما بقوش صغيرين. حتى لو مش صغيرين برضو محتاجين لي واحده اكبر منهم تقعد معاهم وتحس بيهم كانها امهم بالظبط. عبدو لو بتحبني بجد ما تحرمنيش من الاحساس ده. حاضر، بس يا سوريا على شرط. اشرط زي ما انت عايز. هتقعدي مع البنات لحد عيشه ما ترجع. وانا موافقه يا عبده. الا قولي لي يا ابلة، هو حضرتك فضلتي تحبي بابا الحب ده كله حتى بعد ما اتجوزتي مرتين؟ انا كل مره كنت بتجوز فيها يا سماحه كان حب لعبده بيزيد اكتر واكتر. يعني حضرتك كان عندك امل انك هترجعي له؟ انا عمري ما سبته عشان ارجع له، عبده كان دايما معايا. يعني كان عندك امل انك هترجعي له وتتجوزيه رغم كل اللي حصل ده؟ شوفي يا هنيه، انا كنت دايما مؤمنه ان عبده ليا وان انا له. خليكي انت كمان يا حبيبتي مؤمنه، وانت ان شاء الله ربنا هيوفقك انت وماجد. ازاي بس يا سماح، هستنى 20 سنه عشان اتجوزه؟ لا يا حبيبه قلبي، ان شاء الله باذن الله موضوعكم هيتحل. هيتحل ازاي؟ ما حضرتك شايفاها متعقده اهي. ما هي كل لما تتعقد الحب بيبقى له طعم تاني خالص، ولا انت بقى مش حاساها هنون؟ حاسه. انا بقى مش حاسه بحاجه خالص. ولا عمرك هتحسي، لان انت بالنسبه لك الحب مجرد معادله رياضيه، وبابا حلها بمنتهى السهوله. ربنا يهنيكم يا بنات. بقول لكم ايه، انا جعت قوي، ولا انتوا ما جعتوش؟ انا جعت قوي قوي قوي. وانت يا هنايه؟ يعني طب ايه رايكم نقوم نعمل شويه سندوتشات وبعدين ناكلها ونقعد نلغي زي ما احنا عايزين؟ الله، فكره حلوه قوي. طب يلا قوموا ساعدوني يا بنات. اصل عمته بصراحه هي اللي كانت بتعمل لنا كل حاجه. انا بقى غير عمته ليا نظام تاني، كل واحد يعمل حاجته بنفسه. اتفضلوا قدام. يلا مستحيل يوم نفترق وحبنا مش هيتنسي. واقف ليه؟ يا حبيبتي ده يومك، وانا نفسي احقق لك فيه كل اللي انت عايزاه، وبعدين انا ما اقدرش اقعد قبل ما حضرتك تسمحي لي. حبيبي طبعا ميرسي جدا على ذوقك وادبك، انا مبسوطه جدا، بس يا حبيبي انت مش ملاحظ ان انت مزودها شويه؟ ده ادب يا حبيبتي، والادب فضلوه عن العلم. بقول لك ايه؟ ارحمني بقى، ما تنقفنيش. هو انت يا كده يا كده يا يمين يا شمال، ما تقعد يا اخي. اقعد فين؟ هنا ولا هنا؟ في اي حته. اهلا مسنور. حبيبتي تحب تاخدي ايه؟ هاخد اونين سوب. وانا زيها. و سيزر سالاد. وانا برضو زيها. والمين كورس هاخد كوردون بلو. وانا برضو زيها. انا مش هاكل، مش عايزه اكل، انا مش عايزه اتسمم، انا مش هاكل. نفسي تسلم. وانا برضو زيها. طب ممكن بس حضرتك تسيبنا دقيقه واحده بعد اذنك؟ مالك يا حبيبتي؟ اجيب لك دكتور؟ مالي ده ايه؟ انا خلاص زهقت، هطق منك يا اخي. ايه ايه؟ هو انت ما ينفعش تبقى بني ادم عادي زينا يعني كده زي البني ادمين؟ انت ايه؟ يا اما فتوة يا اما خيال مقاطع. ايه يا ابني؟ فينك؟ فينك يا حمدي؟ فين ايام زمان؟ فين تلطيشك؟ فين طولة لسانك؟ فين قلة ادبك؟ ثانية واحدة حبيبتي. عايزة قلم على وشك؟
موجود، عايزه روسيه في دماغك برضه موجود، عايزه ركبه في قفاكي برضه موجود. حمدي ما تجننيش، انت عايز مني ايه بالظبط؟ عايز تجنني؟ انت اللي عايزه مني ايه؟ انت اللي جننتيني. انت اللي جننتيني، قلبتي حياتي معاكي زي فرده الشراب، خليتيني من غضنفر لفار بيجري ورا القطط في الشوارع. افهميني بقى، افهميني يا اخي بقى، حرام عليك، انت اللي لازم تفهم. افهم ايه؟ افهم ايه بس؟ انت عايزه ايه؟ غبية، انا بحبك ومستعد اعمل اي حاجه علشانك، مش عنديش استعداد ان انا اخسرك ابدا. انت عايزه حمد بتاع زمان ولا حمد بتاع دلوقتي ولا حمد تفصيل؟ اللي انت عايزاه انا تحت امرك. انت اللي غبي غبي. انا بحبك، انت بحبك زي ما انت على طبيعتك، خليك على طبيعتك يا حبيبي. انا بحبك يا غبي، بحبك. وانا بحبك يا هيفا، والله العظيم بحبك. يعني دعونا نعمل في صمت، دعونا نعمل في صمت. يعني الراجل راجل والست ست. الحمد لله. يلا نقعد بقى. كفايه بقى يا عبده، انا مش قادر استحمل. كفايه اللي راح مني، انا ما عنديش استعداد اضيع ابني التاني كمان. سيف، لازم تكون متاكد ان خوفي وقلقي على ابنك ما يقلش عن خوفك وقلقك عليه، بس انا شايف ان مفيش في ايدينا دلوقتي حاجه غير ان احنا نستنى ما نسبقش الاحداث. خلاص يا عبدو، سيبوني اسافر ادور عليه، ما دام انت مش قادر تسافر يا اخي. ما تزعلش مني لاني وعدتك ان انا اسافر ادور عليه. اطمن اطمن، ابنك كويس. يعني سفر المفاجئ واختفائه ده ملوش غير معنى واحد، وانا شايف ان انا اكون جنبك اهم بكتير من ان انا اروح ادور عليه. عبد الرحمن، انا بقالي مده حاسس انك عارف حاجه ومخبيها عليا، اتكلم قول. ابنك هرب. ايه؟ هرب وخد الملايين اللي خدها من البنوك معاه. تقدر تقولي العيشه اللي كان عايشها، الفلوس اللي كان بيبعزقها دي، ابنك حسبها، لان مجهود السرقه والنصب اقل بكتير من مجهود الشغل. لا يا عبده، مستحيل، مش ممكن. اللي بتتكلم عنه ده واحد تاني مش ابني. صدقني يا سيف، انا متاكد من كل كلمه بقولها لك دلوقتي، وبكره تعرف. هجيب لك كل محامين البلد. انا خايف قوي يا عبده. ما تخافش ما تخافش، انا مش ممكن اسيبك تتبهدل، وان شاء الله الليله هتبات في بيتك. اتفضل معانا. ما تسيبنيش يا عبده، انا جاي معاك. وجودك معاه مش هيفيده اي حاجه. انا مش هسيبه ان شاء الله ادخل معاه السجن. ايدك يا سيف. اتفضلوا معايا. ما تسيبوش يا عبده. ما تقلقيش، خلي بالك من العيال. حاضر يا ابويا، ان شاء الله هنرجع. ما تسيبوش يا عبده، ده ابوك يا حبيبي. ما تسيبوش يا عبده. بس يا عبدو، بس يا حبيبي، هيرجع لنا بالسلام، هيرجع بالسلام يا اخويا. اعملي زي ما قلت لك بالظبط. هما مش هيشوفوا حل بقى للاجرام ده ولا ايه؟ كل شويه يطلع لنا واحد يهبر له هبره من البنك وبعدين يهرب كده. هي دي مش اموال ناس ولا ايه؟ الغريبه انهم لما بيمسكوا واحد ما بيرضاش يرجع الفلوس، وبيفضل ان هو يتسجن 3 4 سنين ويخرج من السجن، وبعد كده يقول انا لما كنت في سويسرا. في جزء كبير في الجرائم دي رؤساء البنوك ليهم دور فيها، ودور مهم كمان. علشان كده رؤساء البنوك اللي بيحصل فيها المصايب دي لازم هم كمان يتعاقبوا، لكن مش كلهم. يا جماعه دي بقى مسائل قانونيه احنا ما نفهمش فيها. وليه ما نحاولش اننا نفهمها علشان نعرف الحقيقه، الحقيقه اللي ما حدش قادر يعرفها. مهم دلوقتي يقولوا لي، طمنوني، وصلوا مع عمكم لحد فين؟ لسه ما نعرفش، بابا هو اللي متابع الموضوع وما بيسيبش عمي لحظة. تفتكروا ان عمي اليد في الموضوع ده؟ يعني ممكن يحكموا عليه؟ ده على حسب مدى تورطه، بس احتمال كبير جدا هو اللي تولى تعويض الناس اللي اتضر. وقرض البنك ده مين اللي هيعوضه؟ يعني بيقولوا لما يلاقوا مدحت. هيلاقوه فين؟ هم عارفوا مكانه. بيقولوا لازم هيلاقوه. يا ابني ما هم عارفوا اماكن ناس كتير قوي، زي الست دي اللي اسمها هدى، المرأة الحدية، كانوا عارفوا يجيبوها. يعني صدروا كل امواله وممتلكاته. يعني ايه؟ سيف ما بقاش حيلته حاجه؟ ده لولا المحامين اللي جبتهم له كانوا حبسوه. لا حول الله يا ربي. طب دول هيعيشوا ازاي؟ دول متعودين يعيشوا عيشه كويسه. احنا لو كان بيتنا يسعنا كلنا كنت قلت لك تعالى انت والعيال وعيشوا معانا.
أنا عارف يا عبدو كتر خيرك. أنا هدور على أي مكان نقعد فيه. إيه بتقول كده؟ تدور وأنا موجود. شقتك موجودة وجاهزة من مجاميع. مش مصدقني؟ أنت عارف الشقة دي أنا اشتريتها لمين؟ لمين يا عبدو؟ لفيفي. فيفي مين؟ الشيخة فوتنا. يا ده نسيتها خالص. هي فين دلوقتي؟ ألف رحمة ونور عليها. البقاء لله. معرفتش. أنا كل اللي سمعته إنهم مسكوها واتسجنت. لها في الآخر ربنا أكرمها وحجت وماتت وربنا راضي عنها. الشقة دي بقى ورثتها عنها؟ ورثتها عنها إزاي يعني؟ وأنا كنت اتجوزتها؟ لا دي شقتي أنا. إيه قلت إيه؟ ليه كده يا عبده؟ ليه؟ عايزني أنا وولادي نقعد في شقة كنت واخدها لواحدة صاحبتك يا أخي. عيب عيب يا سيف تقول كده. أنت تعرف إن أنا بتاع الحاجات دي؟ دي شقتي والله. وكنت عامل حسابي أي بنت لو اتجوزت هقعدها فيها. يعني شقة محترمة. إيه؟ رأيك إيه؟ رأيي إيه بقى؟ وأنا في إيدي حاجة دلوقتي يا عبده؟ أنت في إيدك تؤمر وأنا أنفذ. أأمر يا عبده؟ تؤمر وتتشرط كمان. ده كتير عليا قوي يا عبده. لا مش كتير عليك. انت ناسي انك اخويا وان انا اخوك الكبير. وانا كل ما ارجع عليكم المؤمن في اوضه مفيش مذاكره. احنا ذاكرنا يا بابا. ايوه احنا ذاكرنا يا بابا. ويا ترى بقى اتعشيتوا ولا استنيتوني؟ بصراحه يا سيدي الكل احنا اكلنا سندوتشات. وانا عارفه طبعا يا عبد انك مش بتحب السندوتشات. وانت خلاص بقيتي بتحبي السندوتشات. اقول لك بقى بصراحه اكل السندوتشات مع الرغي والكلام بيبقى متعه. طب يلا قومي حضري العشاء على مغار هدوم. من عينيا يا سيدي. بقول لكم ايه، احنا كنا بنقول ايه؟ كنت بتتكلمي يا ستي على موضوع منى. اقول لك نكمل كلامنا بعد ما حضر العشاء. استني بس. في ايه؟ انت كنت بتتكلمي على موضوع مهم قوي. مين سين ومين صاد؟ ايوه صحيح فكرتين. قولي لي بقى يا منى، مين سين ومين صاد؟ احنا الاثنين سين صاد تربيع. سين صاد تربيع يعني ايه؟ يعني سين صاد في سين صاد. طب اقطع دراعي اذا كنت فاهم حاجه. والله يا عاد والله يا عاد لسه واقفه هنا ما رحتيش تحضري لي العشاء. ادعي انا وما اتعشاش انا. في ايه يا حد ومالك بتزعق؟ لا 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 ده كتير ده كتير قوي ده كتير قوي ده. لا 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 مفيش حاجه. ابعد عني يا عبد، انا زعلانه منك. انا كنت بهزر معاك يا عبيطه. يا سلام، يعني اللي عملته فيا قدام ولادك ده اسمه هزار؟ طب انت لو كنت بصيتي في وشي انا بقول لا ده كتير ده كتير قوي كنت هتلاحظي ان انا خلاص كنت هضحك. انا افتكرتك بتكلم جد عشان كده زعلت منك. اصل انا كنت جعان. ودلوقتي شبعان ولا جعان؟ جعان. كان نفسي تاكلي معايا حبيبي. انا كان لازم اكل مع اولادك. عداكي العيب، بس بعد كده تاكلي معاهم نص بطن وتخلي النص التاني ليا. في دي بقى عندك حق، برضو كان لازم اعمل كده. قولي لي بقى كنتوا بتتكلموا في ايه؟ في موضوع منى يا سيدي. ايه مالها منى حبيبي؟ انت وعدتها وناسي موضوع عرسها. انا رايي انها لازم تكمل تعليمها الاول. منى شاطره وما يتخافش عليها يا عبده. يعني عايزين اجوزها قبل اختها الكبيره. سماح؟ سماح مش هتزعل. وبعدين انت عارف ان سماح مستنيه خطيبها لما ياخد الشهاده. ها قلت ايه؟ اللي في الخير يقدمه ربنا. مالك يا حبيبي انت مش طبيعي ليه النهارده؟ اعمل ايه يا حبيبتي؟ ما انت ربطيني الخفيف. حاسس في كل لحظه ان انا هلبس قلم في وشي. لو رمشت بعينيا بيتهيألي ان هلبس زغد في وداني. ما تعذبنيش بقى يا كمال بكلامك ده. ما تتصورش قد ايه انا حاسه بالندم على كل يوم. لا لا
على كل ساعة، على كل دقيقة، على كل ثانية، وإحنا مش قريبين من بعض. لا أرجوكي خلي بينا مسافة قانونية، المثل بيقول حرس ولا تخونش، وبعدين أنا خايف في لحظة الاقي إيدك زوق على وشي. لا الكلام ده كان زمان خلاص يا كمال، زي ما أنت اتغيرت أنا كمان اتغيرت. معلش يا حبيبتي سامحيني، واحدة واحدة عليا، أصل اللي أنا شفته منك يا نجوى لا ينشاف ولا يتحكي يتحس. يو بقى يا كمال ما تزودهاش المال، مش يقولوا ضرب الحبيب زي أكل الزبيب. ما هو لو كان على قد الزبيب أنا موافق جميل، لكن ده قرع كين شوكي بشوكو ملوش علاقة بالزبيب من قريب ولا بعيد. طب بذمتك يا كمال بذمتك، مش أنا اتغيرت معاك خالص اليومين دول؟ ما أنا خايف ليكون ده السكون اللي بيسبق العاصفة. لا يا حبيبي ده السكون اللي عايز يصرخ، عايز ينطق، عايز يقولك بحبك. أو هتكون فاكرني كنت راضي عن نفسي يا كمال وأنا بعمل معاك الحاجات دي؟ بالعكس ده أنا كنت هتجنن. أنا بإيدي أضيع أنوثتي، أضيع أغلى حاجة دهني ربنا حبك ليه يا كمال. ما أنا كمان حب ليك عمره ما تهز ولا تغير، بس أنا كنت باخد على خاطري خالص منك، كنت بزعل من نفسي قوي، بحبك ومش قادر أبنعك على اللي بتعمليه معايا، مش عارف أعمل إيه، حاسس إن أنت بتفقدي جزء من جوايا كل يوم، لكن أعمل إيه، حاسس إن إحنا في صراع أنا وإنتي ومش عارف أحسبها إزاي، ما أنا وإنتي واحد. خلاص بقى يا كمال سامحني. عشان أسامحك لازم أكون شايل منك، وأنا خلاص مفيش جوايا أي حاجة. بجد يا كمال خلاص سامحتني وهنبتدي من جديد؟ والله العظيم والله العظيم سامحتك، صافي يا لبن حليب يا قشطة على مية بيضة. يا كمال ايه يا روحي كلام القهوجية ده، بلاش بلاش يا روحي من فضلك. نجوى كمال نوجة ايمو نجيلة بيتر. صباح الخير يا عبدو. اهلا صباح الفل، انا ما شربتش القهوة لغاية دلوقتي، كان قلبي حاسس انك جاي. بصراحة انا زهقت من القعدة في البيت، عشان كده يعني فكرت في حاجة يا ريتك يا عبدو توافقني عليها. انت تؤمر يا سيف. ايه يعني مش هتتضايق لو عملتها؟ لو حاجة هتريحك مش هتضايق. ايه خير عاوز ايه؟ انا عايز اشتغل يا عبدو. زين ما فكرت، عايز تشتغل ايه؟ انا نفسي اشتقت لشغل العطارة. الله يا ريت يعني يا عبدو يعني تشوف لي حد من اصحابك العطارين يشغل لي عبدو. عيب عيب يا سيف، عيب تقول كده، عايز تروح تشتغل عند الغرب وتسيب اخوك ما تشتغلش معاه؟ ارجوك كفايه بقى يا عبدو، انت جمالك يا اخي زادت عليا قوي، ما تعذبنيش اكتر من كده. لا حول ولا قوه الا بالله، انت ليه مش عاوز تفهم ان انا اخوك الكبير؟ انا اخوك الكبير، انا اخوك الكبير، انا اخوك الكبير. ما بتشيلش ايدي ليه؟ عارف يعني ايه اخوك الكبير؟ يعني انت مسؤول مني، واللي انا بعمله عشانك ده حقك عليا، فعايز تسيبني وتروح تشتغل عند الغرب؟ عايز الناس تاكل وشي؟ يرضيك ده يحصل؟ ما هو اصل انا مفيش لا اصل ولا فصل، من دلوقتي انت شريكي في المحل ده نص بالنص، بس نص اليوم عليك ونص اليوم عليا، واللي ربنا يرزقنا بيه نقسمه بينا وبين بعض. تسلم ايدك. اتفضل يا حبيبي. من النهارده كل يوم هنتغدى مع بعض، وبعد كده هقعد في قرابيسكو. هو حضرتك هتقفل المحل ولا ايه؟ أعوذ بالله اقفل المحل ده ايه؟ ده ماشي احسن من الاجزخانة بتاعتك. اعترف يا عبدو ما تتكسفش وقول ان بنتك سماحة انتصرت عليك. وانا عارف انها انتصرت عليا وانتصرت جامد كمان، انا مش زعلان انا مبسوط بكده. يبقى بابا ناوي يشتغل نص يوم. ايه البنت بتاعت سين صاد جابت التايهة ايه؟ انا فعلا هشتغل نص يوم. طب ما تخلي يا بابا حد يقف بدلك النص يوم التاني، خسارة انك تقفل بدري يا بابا. قول يا عبدو انت شاركت حد؟ سيف اخويا. عم سيف هو جاب الفلوس دي منين؟ ده مفروض الحكومه حجزت على كل فلوسه وممتلكاته. لا هو يعني كان مخبي قرشين كده بعيد عن عيون الناس،
منى ابعتي لي عين خاء الف سين شين صاد ده عشان اخلص الموضوع بتاعكم.